وفي السعودية أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها في تويتر عن بدء تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارا من العام الدراسي المقبل. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن تطبيق البرنامج سيكون وفق الضوابط الشرعية، وبمجرد نشر هذا الخبر نشط هاشتاج التعليم تطبق البدنية للبنات ووصل إلى قائمة الأعلى تداولا في السعودية. نتابع بعضا من هذه التغريدات التي جاءت في ذات السياق. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية مبارك العصيمي. أهلا بك معنا في تفاعلكم. نريد أن نفهم منك أكثر حيال هذا الخبر، وهل ما تم نشره هو ما فهم بالطريقة الصحيحة؟ أهلا بك أختي الكريمة وبالمشاهدين الكرام. طبعا البرنامج كان حقيقة هو نوع من ممارسة النشاط الرياضي وليس مادة تربية بدنية، وسبق أن طبق جوانب من هذا الموضوع سابقا في المدارس الأهلية. يعني برنامج النشاط الرياضي كان مطبقا في بعض المدارس الأهلية التي تتوفر فيها يعني الصالات المغلقة وتتوفر فيها يعني مسؤولات النشاط الرياضي، فطبقت فيها من فترة. اليوم الوزارة شكلت قبل فترة لجنة لمتابعة هذا الموضوع ودراسته، ورفعت مرياتها اللجنة قبل فترة حقيقة أعقبها هذا القرار الآن أيضا الذي تم في تشكيل لجنة لتنفيذ ما تم رصده ودراسته في اللجنة السابقة. نعم. طبعا البرنامج الآن سيطبق في المدارس التي تتوفر فيها الصالات الرياضية، تتوفر فيها الأجواء المناسبة لممارسة هذا النشاط. بطبيعة الحال هو في أساس البرنامج هو يعني جاء ضمن أهداف الرؤية 2030 في الرفع من نسبة ممارسة الرياضة والصحة الصحي في المجتمع. وكانت اللجنة طبعا عملت على هذا الأمر، لن يكون في المدارس جميعا. هذه الجزئية واضحة أستاذ مبارك، هذه الجزئية قد تكون واضحة أساسيات الخبر، ولكن بتنفيذ هذا القرار يعني كانت هناك بعض الأمور المبهمة أو المتروكة لإدارات المدارس. يعني كون أنك تحدثت الآن أنها لن تكون حصة منهجية، هل سيقتصر فقط على الطابور الصباحي؟ وأيضا نقطة أخرى، يعني بما يتوافق مع الشريعة أو تحفظات المجتمع بطريقة أو بأخرى، أيضا هل إدارة المدرسة لها أن تحدد هذه المعايير؟ التعميم في ضوابط واضحة ومحددة ستكون، وسبقا صدر تعميم سابق الذي يطبق في المدارس الأهلية، وضع الضوابط، وضع المعايير، وضع الآلية بشكل دقيق، وهو الذي سينفذ الآن، يطبق في المرحلة الجديدة أيضا من هذا البرنامج. وطبعا هو سيترك لممارسة كل النشاطات الرياضية المتاحة والممكنة والمناسبة للطالبة في داخل المدرسة، يعني ليس فقط على الطابور الصباحي، وإنما الممارسة النشاطات وألوان الرياضة التي تسمح بها يعني بيئة المدرسة وتتيح فيها فرصة للممارسة. طيب هل سننتظر أتفهم ما قلت، ولكن هل سننتظر وقت طويل جدا حتى نرى ممارسات رياضيات مختصات متوفرين داخل المدارس، وأيضا المدارس التي لا تتوفر بها صالات رياضية؟ يعني نحن نتحدث فقط عن المدارس الأهلية من يتوفر بها صالات رياضية، فهل سننتظر سنوات لوجود مثل هذه القاعات بشكل كبير جدا بسريع؟ عفوا، أنا أقول يعني الموضوع هو تدريجي، البرنامج يطبق بشكل تدريجي. الآن المدارس التي تتوفر فيها هذه الأماكن المناسبة ستطبق فيها مباشرة، يعني المدارس التي لا تتوفر فيها هذه المناخات ستعمل الوزارة بطبيعة الحال على توفير هذه الصالات وهذه القاعات والعمل على تطبيقها في المرحلة القادمة. الآن هو نشاط
داخلي داخل المدارس، خاص بالمدارس فقط يعني. نعم. داخل المدرسة. نعم. ويعني وفي الرؤية أنه يشمل وضحت. المدارس. وضحت. إذا ما توفرت. وضحت. إذا كان معنا المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية مبارك العصيمي، نشكر لك هذا التوضيح. فاصل مشاهدينا ثم نعود لاستكمال ما تبقى، كونوا معنا.